تفضلي جنبه عشان يبقى موت وخراب ديار، مش كده؟ هي كده كده موت وخراب ديار. فريدة، محدش كان عارف ايه اللي هيحصل. اكيد لو بابا كان عارف ما كانش قالك سافري. لا كنت هقول لها سافري. خلاص يا بابا. لا مش خلاص. اي حد اليومين دول تجيله فرصة السفر وما يعملهاش يبقى غلطان. انا مش ابوكي، المفروض ان انا اقولك اقعدي جنبي يا حبيبتي وادلعك و الى اخره. لا، اللي عملتيه هو الصح. انا بنتي لما سافرت الاتحاد السوفيتي كانت الدنيا صعبه جدا، كانت العيشه البقاله ببون والبنزين ببون وعرب الجواز يبقى ببون. امك لما عرضت ان احنا نقعد هناك ونستقر قلت لها ما تاخديش قرارك غير لما تنزلي مصر وتشوفي ويبقى القرار اللي انت عايزاه. نزلت مصر اتهبلت، ما سابتهاش غير على الارض. يا بنتي يا بنتي، انت في نعمه مش حاسه بيها. على اذنكم يا جماعه، انا داخله نايم. على فكره جوزك ده اناني ما بيفكرش غير في نفسه. ايه عايز ايه يا اخي انت راخر؟ ممكن تقولي سلافة دي مين بقى واتعرف عليها ازاي وفين؟ الحقيقة فوجئت انها في يوم بتكلمني في التليفون وبتقولي ان الشيف عندي في البيت. لما رحت له لقيتها عامله له اوضة فيها اجهزة ومعدات ودكاترة وممرضين وسرير طبي ولا كأنه في المستشفى. يا سلام، واحدة كده ما تعرفوش قامت جاية المستشفى واخدة شريف، وحتى المستشفى ما سألتهاش هي صفاتها ايه. المستشفى مش فارق معاها، المستشفى كانت عايزة فلوس واحنا كنا عايزين امل. انت عايزاني اعمل ايه في وسط الظروف اللي زي دي؟ اسيب كل ده ولا انت مين وصفتك ايه؟ فريدة خلينا نتكلم بصراحة، سلافة هي اللي أنقذت حياة شريف. أنا كنت بروح أطمن عليه من الوقت للتاني لغاية ما لقيته بيكلمني في يوم بيقول لي تعالى قابلني في بيت سلافة والبس بدلة شيك، عندي مفاجأة حلوة. أنا لما روحت لقيت المأذون موجود وهو طلب مني إن أنا أشهد على جوازته. ومفيش حد فيكم كلمني ليه؟ يعني على الأقل كنت تاخدوا موافقتي بما إني الزوجة الأولى. عايزه واحد فاق من كومه بعد سنه ونص وصحي لقى مراته رمته وتخلت عنه وسافرت. رمته وتخلت عنه وسافرت؟ انت عارف كويس قوي مش دي الحقيقه، وانت عارف كويس قوي انا اتعذبت معاه قد ايه. العبره بالخواتيم يا فريده،